استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي تقريرا حول آخر مستجدات الموقف الوبائي محليا وعالميا. وأكد تقرير أن المنحنى الوبائي لحالات كورونا المؤكدة يوضح استمرار تسجيل معدلات منخفضة للإصابة بهذا المرض، كما أوضح التقرير الاستمرار في خفض عدد مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، وذلك بناء على الانخفاض في معدلات الإصابة بهذا الفيروس. وحول موقف توريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا، أشار التقرير إلى أنه تم توفير أكثر من 142 مليون جرعة حتى الآن من اللقاحات المتنوعة، وتم استهلاك أكثر من 74 مليون جرعة.